عملنا محاولات كتيرة جدا. احنا مرة قعدنا مع الدكتور حازم بدلاوي لمدة 3-4 ساعات عشان نعدل هذا القانون، ووعد ان هو سوف يعدله ولم يتم اي تعديل في هذا القانون. انا عايز بس في البداية اقول ان هناك معايير دولية انه للتظاهر السني. المعايير الدولية بتقول تجمع عدد غير محدود من الموظفين للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون، التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة. يعني دي معايير محدش يقدر يتكلم فيها. يهدف هذا القانون إلى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمه. في المادة 73 بيقول للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين السلاح من أي نوع باختار على النحو باختار. ده في الدستور اللي هم معترضين على الاختار، ده موجود في الدستور في المادة 73 وأرجو ترجعوا إليه. باختار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى اختار سابق. الاجتماعات ما فيهاش اختار، يعني ده من الموضوعات المهمة. ولا يجوز لرجال الأمن حضور أو مراقبته أو التنصت عليه. المادة 15 الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، إنه إذا هو معترض على هذه التظاهرة هو اللي يروح المحكمة مش المتظاهرين. الحاجة المهمة أيضا إنه قالوا إنه ضروري 7 أيام قبل المظاهرة، إحنا بنقول 48 ساعة فقط بالإختار. الحاجة الثانية إنه المساحة اللي يقف فيها المتظاهرين كانوا بيقولوا 300 متر، إحنا بنقول 75. أيضا في التظاهر السلمي مكفول للعمال في أماكن تواجدهم بحيث لا يعطل الإنتاج، ودي مسألة مهمة جدا إن حق التظاهر للعمال ده حق مكتسب من زمان. دي بعض التحفظات اللي عاملها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقريبا كل المجالس الحقوقية والحقوقيين موافقين على هذا. وإحنا بنتكلمش على إلغاء هذا القانون، إحنا بنتكلم على تنظيم حق التظاهر لأنه ده حق موجود مكفول في الدستور. الحاجة الثانية اللي بيتشدق بإن الغرب مش عارف عندهم قوانين أكثر قسوة وبتاع، هناك القانون يحترم ويطبق بحذافيره. هو الحقيقة يعني قانون التظاهر وإحنا بنناقشه لازم نناقشه من جانبين، أولاً الطريقة اللي تم إقراره بيها، لأنه مرفوض من حيث الشكل ومن حيث المضمون كمان. الطريقة اللي تم إقراره بيها وتم إقراره من سلطة غير مختصة اللي هي السلطة التنفيذية في وقت غياب برلمان وبإرادة منفردة من غير إشراك قوى المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة في النقاش حواليه، وبرغم الاعتراضات اللي ظهرت إلا أن السلطات في الوقت دوت الرئيس عدلي منصور أصر بشكل قاطع على إقراره متجاهلا كل ملاحظاتنا عليه عشان يمنع التظاهر السلمي ويحطه تحت سيطرة الأجهزة الأمنية ويديها سلطات واسعة جدا في أنها تمنعه أو أنها كمان تستخدم العنف تجاه المتظاهرين دون أن تتعرض لعقاب. يعني الأدوات اللي مذكورة في القانون من أول قنابل الغاز والقرطوش والمطاط وغيره دي اساسا ادت لمقتل كتير منهم صحفيه مياده اشرف ومنهم غيرها كتير من الصحفيين انت بررتها.